يا مساء الفل على عيونكم، معاكم قناة أكلة وقصة. النهاردة هنعمل مع بعض البصل المخلل. شايفين الجمال والطعام، حاجة كده جميلة جدا. هنعمله بهريسة الشطة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهيستوي معاكي بالظبط في أسبوع أو 3 أيام لو انتي مستعجلة عليه، وهيطلع جميل جدا حلو قوي معاكي على السفرة بقى، جنب طبق مكرونة بشاميل، جنب الرز، جنب بامية، جنب ملوخية، حاجة كده تفتح النفس وقمر قوي. يلا بينا نشوف طريقة البصل القمر ده عملناه ازاي. اول حاجة معايا، انا معايا هنا 1.5 كيلو من البصل جايباه بقشره. انا محتاجة انقي البصل الصغير، كل ما كانت البصل الصغيرة كل ما كانت اطعم واحلى واجمل في المخلل ده. حاولي تنقي البصل الصغير اللي بيبقى عند الراجل، مش بيبقى غالي، بيبقى رخيص شوية وبيبقى سعره حنين حبة. اول حاجة هجيب حلة او هجيب حاجة تستحمل الحرارة واحط فيها. معايا هنا 1.5 كيلو من البصل، غطيتهم بمية بتغلي تماما، هحط عليهم 2 معلقتين كبار من الملح وهسيبهم لمدة ليلة كاملة. هتقولي لي ليه؟ هقول لك علشان خاطر القشرة دي نقدر نقشرها بكل سهولة ويكون استوى معانا وما ياخدش معانا وقت خالص في المخلل. شايفين ده كده؟ قلبته تقلبتين وهسيبه بقى ليلة كاملة. عايزة اقولك ان المية بتاعت البصل نزلت وبتاع. انا هنا بكون ايه، مغسلتش البصل خالص، انا استخدمته زي ما هو ده كده بعد ما عاد عليه ليلة كاملة. شايفين البصل بقى بيتقشر بكل سهولة. عايزة اقولك ان البصل ليه فوائد كتير قوي، بيخفض السكر في الدم، مفيد جدا للالتهابات، ومفيد جدا لامراض القلب، ومفيد جدا للناس اللي عندها صرع. جميل جدا البصل، فيه فوائد كتير اساسا، فيه لوحده مضاد حيوي في البيت. عارفة تحسي ان انتي بتاكلي مضاد حيوي كده، بيقيك من الامراض لو عندك دور برد، بينفع جدا معاكي. شايفين طريقة سهلة وبسيطة جدا لتقشيره. هقولك بقى على كمان الطريقة اللي احنا عملنا بيها هريسة الشطة اللي هنعمل بيها البصل دي. تقدري تجيبي 0.5 كيلو من الفلفل الحامي اللي لونه احمر ده، القرون، ونقطعها. وفي الكبة بقى او في اي حاجة محضرة طعام هنحط فيها 0.5 كيلو الفلفل، هنحط عليه 5 فصوص من الثوم، هنحط عليه 2 معلقة كبار من الملح، 2 معلقة كبار من الكزبرة، 2 معلقة كبار من الكمون، ومعلقتين ومعلقة صغيرة من السكر. وهنحط بقى عليها 1/4 كوباية من الخل و1/4 كوباية من الليمون وبس كده، وهنضربهم مع بعض. ومعايا بقى 0.5 كوباية من الزيت. اول ما بقى اضربهم مع بعض هبدا اخلطهم بيها. ودي الطريقه السهله وبسيطه جدا لعمل هريسه الشطه. انا كده هجيب بقى 3 معالق كبار من هريسه الشطه بعد ما قطعت كل المخلل بتاعي، وهبدا احط عليهم 3 معالق كبار كمان من الملح و0.5 كوباية من الخل وبس كده، وهنقلبهم مع بعض. وهنجيب بقى ايه، دورق ميه من الحنفيه، مش سخن ولا اي حاجه خالص، وهنبدا نغطي البصل ده بالميه بالكامل، يا دوبك يكون مغطيه. انا حسيت ان هريسه الشطه قليله شويه، هزودها 2 معلقة كبار. وكمان انا بحب البصل يكون حامي شويه وحراق، لو انت مش حباه حامي وحراق ال3 معالق هيطلعوا حلوين قوي. نبدا نقلبهم مع بعض. هنحط بقى البصل ده بتاعنا ده في برطمان وهنسيبه لمدة 3 أيام. لو عايزة تاكلي أحلى بصل، أحلى حاجة تفتح عليه بعد أسبوع، لكن لو مستعجل عليه ممكن تاكليه بعد 3 أيام. لو لسه مكملين معايا الفيديو متنسوش تعملولي لايك، وتقدروا تتابعوا وصفاتي وتتابعولي كل جديد لو دوستوا على علامة الجرس. أنا كده خلصت البصل بتاعي، شايفين شكله القمر، شكله جميل جدا، وبألف هنا وشفا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، انتظروا وصفات أخرى. باي باي.